مساء الخير عليكم، صحه شربتكم وصحه فطوركم. جيت اليوم معكم كويز بوم باش نشوفوا نسيو اسكو نقدروا ريبونديو على لي كيسيون ديالنا او بيان نو. معكم رانيا او بيان كوين رانيا كما تعرفوني، يوتيوبر اي ناشطه في مواقع التواصل الاجتماعي. نهضر اليوم نبداو نبداو نشوفوا اسكو نقدروا ريبونديو على لي كيسيون ديالهم ونبقى تحت ولا لا. باش نبداو زعما لي كيسيون شوفوا يا درا واش حطوا لي هنا. مالا احكي لنا على ديكا درتيها في وجهك. ديكا درتها في وجهي اون فوا، درت لي غيونسمون دو سيل وحرقت كاع شفرتيا وقعت بلا شفرتين واحد الام واحد كان بلا شفرتين. هذه هي ديكا الكبيره اللي درتها في وجهي، وما نصحكمش كاع ديروا لي غيونسمون دو سيل سي سا. شوفوا هذه سهله صافا، ان شاء الله يقعدوا كاع لي كيسيون هكذاك. يا ترى شحال من خطره خطبوك؟ اي شحال تحسبي؟ خلوها نحتفظوا بالاجابه. الوغ نزيدو لنا بلا ما يدارو لي خلعه. نو هادي ما ريبونديش ليها. تاع جليل باليرمو نو جو بريفير با. الوغ نزيدو نشوفو حتى اخر. عطيني مقادير طبق القاضي وجمعته. بون قاضي وجمعته هذا سي تان بلا باش تقولوا ثاني ما نعرفش ولا ماشي تاع دار ولا لا لا خسارة عليك. قاضي وجمعته هذا سي تان بلا يندار في الفور، يجو فيه الدجاج الاحمر مع الحبه تاع البيض، فوالا يجو محطوطين هكذايا في المرقة داخل الكوشه. فوالا فوالا نغوص الطحيحة ما تبعدش قدامكم. لا هذه هي القاضي وجمعته نديروها في رمضان. هذا غوص عندنا ثاني الجاي يعطوني ديك فخانايا. هلا ولا حبيتي تعرضي فنانين في رمضان شكون هما واش طيبي لهم؟ بون جو بريفير نعرض الفنانين اللي عملت معهم العمل الاخر ديالي اللي هو اون دو ميناج، اللي هما الفنان مدني مسلم، حسن كركاش، امين عبد الليتو. جو بريفير وفنانين واحد اخرين جو بريفير نعرضهم معايا يجوا يفطروا معايا، والحاجه اللي نعرف نديرها الله الله نعرف ندير كلش. ندير لهم شريبه الله الله، ندير لهم توم شلايض البوراك حمل حلو، هادو هما بس الحميس. او نجوزو صحه شابه، نروحو ندورو منا شويه، نروحو للغوز بالك فيهم دي كيسيون بيان. واش عندنا هنا؟ احكي لنا على تجربتك في التمثيل. بون تجربتي في التمثيل قلت لكم هذا رمضان كانت بروميير اكسبيرونس ديالي في التمثيل، اللي درنا كما قلت السلسله تاع اون دو ميناج من اخراج ياسر كردي، اللي كانت تجربه ظريفه هكذا، وكان الغول ديالي بيان فيها ليكم حتشوفوا بريسك الميم غول ديالي، ميم انا ما تبدلتش بزاف في لو غول. وان شاء الله يا ربي تعجبكم، كانت تجربه شابه بزاف وان شاء الله تنال اعجابكم. شحال من خطره خبطتي طوموبيلتك؟ شحال تقدروا تحسبوا الشامبيون دو موند في لي بنيون طردقهم؟ طردقت في حياتي، طردقت في حياتي، طردقت قد ما تقدروا تحسبوا طردقت في حياتي، وطوموبيلتي ضربتها حتى وليت لها الموتور، دوكا عند ميكانيزا حتى وليت لها الموتور باش تهنيت وبرد خاطري. هذا ما كان واش عندنا تاني؟ شحال الدخل تاعك في يوتيوب؟ لا 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 هادي لا لا سافا سافا. باش نعرفوا بلي نقول لكم واحد المعلومه، سي كو في يوتيوب تاع الجزائر ما يخلصوش كامل بزاف، يعني المعدل تاع الدخل تاع اليوتيوب. باش نقول لكم واحد المعلومه صغيره، المعدل تاع الدخل تاع اليوتيوب في الجزائر سي 1 مليون دو عليها من 50 حتى 90 دولار، وكان نروحوا نشوفوا في دول الخليج نلقاو 1 مليون دو عليها من 1000 حتى 2000 دولار. شوفوا لا ديفيرونس الكبيره. الوغ هنا في اليوتيوب تدي صرف تو سامبلومون، ماشي حاجه كبيره مي كوميم خلو شويه سريه. اقصى نقط تعرضتي ليه واثر فيك وين ما قدرتيش ترقدي؟ اقصى نقط بون عندي بزاف ما تاثرت بالانتقادات، مي اقصى نقط زعما شنو هو؟ بالك لي كومونتير اللي يقولوا لك ان شاء الله تموتي وان شاء الله ان شاء الله تموتي متهناو منك، هادو ما لي اثروا. تحسي لا ميشونس تي غراتويت من عند الناس اللي مدوها لك ماغري ما ديرو حتى حاجه ماشي مليحه، ما تنديهمش لو مال كومبليتمون. سي تعاوني سي بالك دخلي لي فيزا ما تنفعهم، ديري حاجه اللي فيكي حبتها، مي كاين دي جون لي لا غالب نقول لكم باي يوجهوا لك هاد الانتقادات، ودي فوا يكونوا دي مينا على خاطر صا ولينا ندوش عليهم. الو رانيا شاطره ولا فنيانه؟ بون هذه
هادي شوفوا كنقول لكم شاطره ماما حد كلاجيني تخرج دير لكم فيديو تقول لكم لا لا صار عليكم بو على شاطره. بون انا في الدار خاطيني شويه ما نكذبش الشغل وهاللي يدخل خاطيني ماشي شاطره صح في الخدمه شاطره على في الخدمه شاطره في الدار لا لا فنيه نقولوها ما نكذبوش شويه شويه نعرف نطيب ونعرف ندير كل شيء بصح بالبوسطه ونصحى اللي يبقى بيننا زوج ان شاء الله يكونوا ملاح. نشوفوا هذه ها هنا شويه الحلويات خاطيني شويه اعطيني اغرب اسم حلويات سمعتيه في الجزائر اغرب اسم حلويات سمعتيه في الجزائر جو سي با موالفين هما بيه بالك ما نشوفوهمش غير بزاف صبعتي المريم ولا صبعتي العروسة ولا شي طوال السما هكذا كما يجيك بيزار شوية عندنا حنا اسماوات بيزار هكذا في الحلويات في الطاجين ثاني طاجين سكر نطيح في دروج وش سي با كوا عندنا شوية بالك هذا تاع صبعتي العروسة عرفتها هكذا ولا راني غلطة قولوا لي ايه وقفوا معايا كوميم قعدتنا الاخرى ان شاء الله سهلة مش تطق هاي لا ديغنيا شحال من ساعة تقضيها في الكوزينة في رمضان وشنو هو الطبق اللي تعرفي طيبيه مليح كم حابين تحلبوا لي خطابة هكذا عليكم شوفوا شحال من ساعة نقضيها في الكوزينة دي فوا ندخل نأذن لهم يعني لا فيغيتي ايا ودي فوا دي فوا ندخل واحد دو زو هكذاك من قبل زوج سوايع الماكس ديالي الماكس واش درت زوج سوايع في الكوزينة ندخل ندير لهم البوراك واش قاعد يعني يدي بنين الله الله يلي الله محمد رسول الله نشكر فيه روحي مش كيحبوا يضيعوني لا غالب ايا بصح ما فيش زوج سوايع واش سيكو ما فيش زوج سوايع نعم سي بون خلاصو هيا تخيل يعني كيسيون ديالي جاو ساهلين اليوم ان توكا ميرسي بوكو ونشكرهم على الاضافه ديالهم للاستضافه ديالهم شكرهم على الاستضافه ديالهم هنايا والكويس كان خفيف لي كاسيون كانوا هايلين وجوزنا وقت شباب ان شاء الله تكونوا جوزتوا وقت شباب وسي معايا وعرفتوا كيف تخفيك هكذا عليا جدد ان شاء الله كنت خفيفه عليكم يصحى سحوركم قول باي.